قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة إن هناك تزايدا بأعداد الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا ليس في مصر بل في العالم، داعيا المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية. ونفى عبد الغفار ما تم تداوله بتخصيص مستشفيات كاملة للعزل بعد إعلان وزارة الصحة بزيادة الإصابات في كورونا، وأوضح أن إصابات كورونا الحالية لا تحتاج لتحويل إلى مستشفيات عزل، وأن هناك حالات لكورونا موجودة في عزل منزلي ولا تأخذ أكثر من 5 أو 6 أيام للشفاء من الإصابة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة. دكتور عوض أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. اهلا بشهادتك يا فندم، كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير، عيد سعيد على حضرتك ونتمناها اجازه سعيده باذن الله. دكتور عوض، سؤالي لحضرتك على الوضع البيئي في مصر مقارنه بالعالم في الاونه الاخيره. شهادتك تقصد الوضع الوبائي؟ نعم يا فندم. طيب حضرتك، احنا مرينا بحوالي شهر او شهر ونص كان في تناقص واضح وكبير في عدد الحالات، وكانت الحالات قليلة جدا لدرجة ان البيان بتاع وزارة الصحة كان بيصدر اسبوعيا، وكان فعلا في حالات، لكن احنا في كل الاحوال، واعتقد ان مع حضراتكم انا قلت ان الكورونا ما زالت منتشرة عالميا، والوباء العالمي ما زال موجود، ولهذا السبب يجب ان نستمر في الاحتياط والاحتراز على هذا الاساس. نعم، لان دلوقتي اسبوع 10 ايام في تزايد في عدد الحالات، يعني عدد الحالات التي ترصد يوميا بتزيد، ويمكن الإصابة أيضا إصابة عائلية، يعني بيبقى فيه أكثر من فرد أو شخص في نفس الأسرة عنده هذه الإصابة. من ناحية التصنيف خطورة أو شدة الحالات لا يقل عن 95% من الحالات حاليا عندها أعراض بسيطة، في معظمها تشابه كثيرا أعراض البرد أو الزكام أو الرشح. وطبعا هو الكورونا كفيروس بيدي احنا ما نسميه انفلونزا لايك إلنس، يعني مرض مشابه الانفلونزا. فمعظم الحالات اللي احنا بنشوفها حاليا أو بنرصدها بتشتكي من بعض ارتفاع في درجة الحرارة، تكسير كبير في الجسم، التهاب في الظهور، أعراض في الأنف زي الرشح والعطس أو كده، وفي بعض الحالات القليلة بتشتكي من سعال جاف أو سعال مصحوب ببصع أو بلغ. فإذا معظم الحالات الحقيقة بالتواصل مع أطباء المعالجين بيكتبوا العلاج المناسب لهذه الحالات، والحمد لله يعني الغالبية العظمى من هذه الحالات بتشفى تماما. نعم، سؤالي لحضرتك عن سبب هذا الانتشار الكبير دكتور عوض، هل هو التراخي في الإجراءات الاحترازية أم متحور جديد شريع الانتشار؟ هو الفيروسات، احنا بقول لسيادتك تاني وبأكد لحضرتك احنا ما زلنا في وباء. نعم، وسيادتك مصر في ناس داخلة وناس خارجة كثيرين. صحيح. فحضرتك هذا الوباء بيمر بموجات، احنا عدينا 5 موجات قبل كده، ثم مرحلة نوع من الكمون او الاستقرار في عدد الحالات القليلة، لكن انا بعتقد ان احنا يعني بدأنا موجة اخرى من موجات الاصابة بكورونا. الموجة دي بتشمل ازدياد تدريجي في عدد الحالات لغاية ما نوصل الى القمة او الذروة بتاع الحالات، ثم يبدأ انخفاض في هذه. فهي ليس سبب مباشر، لكن بدون شك عدم الاتباع، وانا برضو قلت مع حضراتكم كثيرا ان اتباع الاجراءات الاحترازية او الوقائية ما زلنا في حاجة شديدة ليها، والدولة في معظم الاجراءات ما لغتش هذه الاجراءات الاحترازية او الوقائية، يعني ما زلنا بنحتاج التباعد الاجتماعي بعض الشيء، ما زلنا بنحتاج استخدام الكمامات او الماسكات، ما زلنا بنحتاج استخدام المطهرات، كل دي عوامل مهمة جدا جدا للحد من انتشار المرض. نعم دكتور، نصيحة حضرتك لكل المواطنين الذين يتابعون الآن بخصوص التطعيم، سواء الجرعة الأولى أو الثانية، أو حتى بخصوص الجرعات التعزيزية سواء الثالثة أو ما بعدها. شو
شوف يا بي، أنا يعني التطعيم أو اللقاحات جزء حيوي من عملية الوقاية أو الحد من مخاطر هذا المرض. وعلى فكرة الفيروسات بتاعت الكورونا زي كل أنواع الفيروسات عندها القدرة على التحور البسيط أو التحور الشديد. على هذا السبب أنا بقول والحمد لله مصر قدرت توفر كميات وفيرة ومتدفقة من لقاحات الكورونا من جميع الأنواع. فاللي خد جرعتين، اللي أولا اللي خد جرعة وما خدش التانية ياخد الجرعة التانية. دي مهمة جدا. من نوع التطعيمات اللي هي بتاخد جرعتين. وإذا كان التطعيم بتاعه جرعة واحدة ومر عليه 6 شهور يبقى جرعة تانية. اللي بنسميها جرعة معززة أو جرعة منشطة أو إعادة تطعيم. اللي خد جرعتين ومر عليه 6 شهور من الأفضل كثيرا لبعض الفئات، خصوصا الفئات اللي عندها أمراض مزمنة أو أمراض مهمة زي الضغط أو السكر أو كبار السن أو عندهم أمراض مناعية أو أمراض أورام سرطانية، من الأفضل كثيرا ياخدوا الجرعة الثالثة. فإحنا الطعوم متوفرة، مراكز الطعوم موجودة، الوزارة عاملة لإطلاق الأبواب اللي هو الذهاب للناس حتى المنازل لإعطائهم اللقاحات لغير القادرين على الوصول إلى مراكز اللقاحات. فحضرتك يعني أنا حاجتين مهمين جدا جدا أو 3 حاجات الحقيقة. الحاجة الأولى إن نستكمل منظومة اللقاحات وهي متوفرة. الحاجة الثانية نستمر في عملية الاحتراز والوقاية كلنا. والحاجة الثالثة المهمة، أي مريض يعاني من بعض الأعراض حتى يتم التأكد هي كورونا أو مش كورونا أو فيروس آخر، لابد أن يستشير طبيبه المعالج حتى يصف له العلاج اللازم. وإن شاء الله ربنا يكرمنا كل هذه المراحل تعدي على خير بإذن الله. كل الشكر على هذا الوقت دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، كنت معنا عبر الهاتف.